لله الحمد والمنة، قبل قليل تشرفت بتفتيلي كمرشح عن الدائرة الخامسة، أخوكم حماد مناحي فهد الدوسري مرشح الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022. الجميع يعلم ما تعاني منها الآن مفاصل الدولة من احتياج كبير جدا للإصلاح، الإصلاح الإداري وجميع أنواع الإصلاح، وإن شاء الله بإذنه تعالى وانطلاقا من خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي ألقاه سمو ولي العهد حفظه الله، كان انطلاق حملتنا الانتخابية والتي كانت بشعار خطاب سام وعهد جديد، وإن شاء الله عهد مبارك وخطى إصلاحية تبنتها القيادة العامة سواء على مستوى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وفقه الله لكل خير. هذه اللي نتكلم عنها جميعا وجميع الأخوة المرشحين، هذه المسائل التي نقر بأنها موجودة وهي تنوع الفساد في مفاصل الدولة وتبني الجميع لإزالته وحماية الدولة من هذا الخطر العظيم الذي إن شاء الله بتكاتف الأخوة حال وصولهم من مجلس الأمة مع الحكومة لإزالة بؤر الفساد ومكافحة وعلاج المفاصل لهذا الفساد التي إن شاء الله ستكون مدخل خير وبركة على كل من يقيم على هذه الأرض من مواطن ومقيم، الذين نتمنى منهم جميعا المشاركة في العملية الإصلاح، العملية الإصلاحية العامة الشاملة. وقد تبنينا ما نتبناه في كل مرة وهي القضية المحافظة على الثوابت الشرعية وهي الأصل، وكذلك الثوابت الوطنية والأخلاق التي نشأنا عليها جميعا من آبائنا وأجدادنا، وأخلاق تدعو إلى الكرم والفضيلة وإلى الإصلاح ومكافحة الفساد التي جبلنا عليها كأبناء مجتمع طيب سمته الصلاح والتدين، وأن الدستور الكويتي في الأصل كما نص على المادة الثانية بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، والتي للأسف يغفل عنها أو يتغافل عنها بعض الناس في مجلس الأمة تجاوزا لهذه المادة الرئيسية الأساسية التي يجب أن تكون جميع القوانين محتواها ومرجعها لابد أن يعمل وفق هذه المادة، وأن نحرص على مكافحة الصور الشاذة في مجتمعنا التي تخالف كل ما اتفق عليه أبناء المجتمع في الكويت من مظاهر سلبية، من تعاطي مخدرات وغير ذلك، والحرص على إنشاء نشأ طيب صالح ليبني مجتمع ويبني دولة قوية متينة، بناء مستقبلي ينعم الجميع بخيرات هذه الدولة ويكون للمجتمع ولأبنائنا النشأ الصالح الذي يبني هذا المجتمع، ونعتمد عليه في بناء الكويت الجديدة، في بنائها بالمفهوم العام، في البناء التنموي والبناء الإصلاحي ومكافحة الفساد.
أيضا في نقاط أساسية جدا نرتكز عليها وهي نواة المجتمع الكويتي، وهي الاهتمام بالمرأة وبحقوقها، وهي الأم، وهي الزوجة والأخت والبنت، الحرص على بنائها بناء صحيح، وكذلك الاهتمام بالأجيال السابقة من المتقاعدين الذين أدوا الواجب عليهم في خدمة بلدهم ومكافأتهم، والاهتمام بهم وبحقوقهم، وكذلك الاهتمام كما قدمنا في بداية كلامنا بالنشء، شبابنا أبنائنا وبناتنا، الاهتمام بهم ورعايتهم وفق من خلال القوانين والدور الرقابي التشريعي. وأيضا هنالك أمور يجب في قضايا خاصة يجب إصلاحها في قوانين موجودة، كقانون التأمينات وما أدراك ما قانون التأمينات وما فيه من مصائب، يجب أن تراعى وأن يعاد صياغة بعض القوانين كالتأمينات، وكقانون غرفة التجارة التي لم يكن لها ضوابط، ويجب في وضع القانون لها أن تضبط في مصارفها ومواردها، وأن توضع القوانين وفق المصلحة العامة وليس مصلحة خاصة. سائل الله جل وعلا أن يوفقنا في الإصلاح حال وصولنا، وأن يوفق إخواننا المرشحين في هذا الباب إلى الإصلاح، وأن نصيحتي لهم ووصيتي لهم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن تقوى الله عز وجل هي مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر.